بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا من بيوت منورة. عايزة كل الأمهات والأبهات صراحة يعني عايزة الأباء والأمهات النهاردة يجيبوا كده ورقة وقلم عشان هقول على شوية حاجات إحنا عندنا اعتقاد خاطئ فيها سواء في التربية أو لما باجي أخد سلوك رد فعل لما ابني أو بنتي بيعملوا أي فعل إذا كان إيجابي ولا سلبي. طبعا هو إحنا مستهدفنا اللي هو عنوان حلقتنا النهاردة إزاي أسعد أولادي إزاي أخلي أولادي أصلا في سعادة. بصوا تخيل إن إجابة السؤال ده إزاي أسعد أولادي هي أنتي هوك ام اسمعيني بس وما تعملوش عشان ايه انا يعني ايه بحس ان انتوا هو انت كل حاجه انت اسمعي بس اسمعوا الفكره للاخر. الاولاد مش محتاجين ام مثاليه وام فاهمه في كل حاجه ومتعلمه ادوات التربيه كلها ولما بيحصل موقف ما شاء الله بتدي الحل الاساسي والعال زرار كده بتتك عليه لا 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 هم على قد ما هم مش محتاجين الام المثاليه قوي دي زي ما هم محتاجين ام سعيده ام سعيده تسعد نفسها وتسعد كل اللي حواليها بالسعادة اللي هي فيها. عشان كده احنا بنعمل ليكي حلقات للتوازن النفسي ومسببات السعادة وازاي علاقتي تبقى بالبشر عاملة ازاي اللي مسبب لنا قلق وعلاقتي برب البشر عشان انا لما اتزن نفسيا ايه اللي يحصل ها الله سبحانه وتعالى يكفيني الهموم ديت واعرف فعلا اربي وانا سعيدة. هو ايه ابنك هيستفاد ايه ولا بنتك لو انا ما بقاش سعيدة وبتعامل معاهم بغم وبتكشيرة وبنفخ وبقرف وبس كل هموم الحياة لا هم عايزين أم سعيدة. يبقى اتعلمي أن أولادك محتاجين أم سعيدة مش إيه مش أم مثالية. ده جزء. لما بنتكلم بقى عن التربية الصحيحة والتربية الإيجابية مش معناها بصوا علشان في إيه ناس بيقولك إيه يعني أنتوا عايزين نسيب لهم الحبل على الغرب كده مش معناها انك تسيبي اولادك يعملوا اللي هم عاوزينه بدون مفاهيم بدون مبادئ بدون اتفاقات اللي احنا بنتفق معاهم عليها. مش معناهم انك تسيبيهم بقى يعيشوا في الارض فسادا وهم احرار في كل حاجه وحتى في خراب انفسهم او خراب البيئه اللي حواليهم. لا في فرق بصوا بين الحزم واللين وبين القسوه والعقاب. وقلنا ان التربيه مدارس مدارس التربيه كتير اشهرها طبعا مدرسه الثواب والعقاب وانا قلت لكم قبل كده ليا بعض الملحوظات عليها في موضوع العقاب وعندي مدرسه التربيه الايجابيه لكن بفهم يا جماعه بدون افراط او تفريط اللي بيطبق صح واللي بيفهم صح. عشان كده في حلقاتنا احنا بنعمل ايه بناخد بايد بعض نشرح الفكرة وبنجتهد وبندي أمثلة عشان نعرف نربي أولادنا تربية صحيحة وتربية كويسة. في مقولة رائعة جدا جدا في التربية اللي بيمشي بدون أهداف واضحة ومحددة في التربية مش صح. المقولة بتقول إيه اللي مش بيتغير وهو بيتربي أو هو بيربي أولاده مش بيعرف يكمل ما بيعرفش يكمل. لو انت ما بتتغيريش وانت بتربي اولادك انا محتاجه التون يهدى شويه انا محتاجه ال 111 تتفرد شويه لا يعني اثناء واحنا بنربي اولادنا احنا كمان محتاجين نتربى احنا محتاجين ان احنا نتعلم واحنا بنتربى. احكي لكم قصه ام دي كانت عصبيه جدا 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 وبتقول وهي حكايتها انا جايبه لكم الحكايه من الاخر وبعدين هبدا لكم انا عرفتها ازاي
وهي بنت كانت غضوبه جدا وعصبيه جدا، ولدرجه ان ما كانش حد بيقدر يقول لك لا دي يعني ايه، ما يعني ما حدش ينكشها بالكلام كده علشان ممكن تبقى دي قنبله موقوته، دي فظيعه في غضبها، عدوانيه جدا. وبتقول لما كبرت دخلت كليه مرموقه فهديت شويه، هي هديت شويه، ولكن طبعا كان خارج البيت الامر بيبقى هادي شويه مش زي جوه البيت مثلا. لما اتجوزت قالت برده شويه هديت عشان جوزها وعيله العيله بتاعته والكلام ده. بتقول لما خلفت زاد الضغط، خلفت ثلاث عيال جابتهم ورا بعض وزاد الضغط عليها. بيقول لدرجة ان هي خلاص ما كانت يعني انا سنة كانت بتبقى سنة حمل مثلا وتحمل على 40 في العيل التاني وسنة التالتة كانت، فكانت بتحمل على 40 لحد لما في يوم بتقول كان فيصل فعلا في حياتها. كان زلنا اولاد، شغل بيت، عياط، صريخ، ضربت بنتها بالقلم على وشها. بتقول دي كانت أول مرة أضرب فيها أولادها، وضربت البنت اللي كان عندها سنتين ونص. بتقول نظرة البنت غيرتني، وهي بتبص لأمها وعيونها فيها الدموع ومستغربة، البنت كان في حالة استغراب وواقفة، بتقول النظرة دي هزمتها فقررت أنها تتغير. الأم دي عرفتها فين؟ عرفتها في يوم تكريم البنات في حفل توزيع القرآن، ختم القرآن، سن 10 سنين، ختم القرآن سن 10 سنين، مش جزئين ولا جزء عامة ولا ربع ياسين، ختم القرآن. البنت اللي انضربت دي طلعت قالت في أمها قصيدة شعر مدح وبتمدح فيها. فجينا عملنا ورشة عمل للأمهات بعد كده، وجات الأم دي حضرت وسألتها على السر، يعني إيه السر إن البنت تبقى حابة أمها قوي كده وبتقول كل الحاجات دي في أمها سن 10 سنين وبتقدرها وبتحترمها وبترجع الفضل ليها وهكذا، هي أم بتربي بدون أب يعني. فطبعا بكت وقالت قصة التغيير بتاعتها بدأت منين. ينفع إن إحنا نتغير؟ بتقول تربيتي ليهم علمتنا نتغير. انا عايزه اقول لكم انه طوال الثلاث ساعات بتاعه ورشه العمل دي، الام دي كانت هاديه جدا ومتزنه جدا وصوتها هادي جدا. الناس بتتغير للاحسن يا جماعه، وخصوصا لو انا عندي مستهدف اولادي المساكين اللي انا هسال عنهم. لازم نتغير، لازم اتعلم ان طريقه الاسلوب والكلام مع اولادي مش بالشكل ده، طريقه الاسلوب والكلام حتى مع الناس مش بالشكل ده خالص. نتغير للاحسن عشان نفسها وعشان عيالها. لو ما تغيرناش واحنا بنربى عيالنا مش هنعرف على فكره نوصل ولا نكمل معاهم في اساليب التربيه ولا نحقق اهدافنا معاهم، ولا ان انا افرح بكلمه ولد صالح ايه يدعو له. ده المقوله الجميله اللي احنا نفسنا نعرفها. طيب في مقوله ثانيه، ايه هي؟ اهالينا بيقول لك ايه، اصل ما اهالينا ربونا، اهالينا ربونا بدون ادوات التربيه بالبركه كده، وبعدين ايه، ما احنا طلعنا زي الفل اهو ممتازين ومحترمين، ما احنا زي الجيل الفاشل اللي طالع ده، ولا ضغط على العيال ولا الكلام ده خالص. ولا عايزين بقى انزل. احنا لو سبناهم على فكره هيبوظوا وهيعملوا اللي هم عايزينه، والمفهوم ده والكلام ده اللي انتوا بتقولوه ده مش صح. انا عايزه اقول لكم ان الكلام ده والسؤال ده سؤال غلط من اوله لاخره. ليه؟ لان في فرق، وده اللي هنشرحه النهارده، في فرق ما بين حاجه اسمها قهر، الشبشب والحزام والخرطوم والزخمه، مش عايزين نقول كده يعني، سمعت كلمه الزخمه دي من البورسعيديه، تطلع نفسيات مشوهه مقهوره غير قادره على الحوار، الحوار عندها او التفاهم عندهم زعيق وشخط ولطش وضرب بالايد والفاظ سيئه بتتقال. في منهم اللي ظاهر في تصرفاته لما كبر، وفي منهم اللي كاتم جواه بس جواه مضطرب، وفي اللي ربنا نجاه وتعافى نفسيا مع نفسه بقى بثقه بنفسه، او عمل مثلا كان بيعمله في المجتمع هو قرر ان هو هيتغير، او انه عمره ما هيربي اولاده زي ما هو اتربى على القهر والضرب والكلام ده. التربيه الايجابيه مش قسوه ولا قهر ولا ضغط ولا ضرب. في فرق بينها وبين التعامل بآدمية، وهو دي التربية اللي احنا بنقول عليها، بعقلانية، مراعاة نفسية اللي قدامي، مخاطبة العقل، الوجدان، وازاي انك انت تعمل الحاجة واطلب من ابني ان هو يعمل الامر او يعمل حاجة وانت مقتنع بيها او مش مقتنع، ها، او بس اهو بتعمل عشان في اتفاقات، او انت مقهور عليها ومغصوب عليها. في فرق كبير جدا ان انا اروح تعمل العمل او السلوك الصح اللي الام بتقول عليه، بتقول لك اعمل كذا، او اخلص واجباتي او اخلص التزاماتي او تعمل الكلام ده وانت مغلوب متضايق ومش كذا، بس هو عشان اتفاق واحنا كده اتفقنا وسستمنا دماغك على كده، ها، عشان وتسيب الحاجات انت مخنوق ليه، عشان سبتها عشان عايز تلعب،
مع اصحابك وقت اللعب وانت عايز تلعب زياده وكذا ورايح تعمل الحاجه دي ما بتحبهاش، بس عشان في حاجه اسمها التزمت بيها، عشان في حاجه اسمها عجله الاتفاقات، عشان في اختيارات متاحه بيني وما بين امي وانا التزمت بالاختيار اللي انا اخترته واتعلم كده وهو طفل من 3 سنين و4 سنين، مش عشان خايف. لا انت لو ما عملتش كده هتنضرب، هقول لي لابوك يرنك الحتة العلقة اللي انت عارفها، وانك تتهان وانك تتحرم من اللي بتحبه او كده يزيد كرهك بقى. بص بقى الطفل يحصل له يزيد كرهه للسلوك والالتزام وللحاجة اللي انت بتقول، ويكره الشخص اللي بيرعاه وبيهتم بيه، ممكن هو اكتر شخص وحيد في الدنيا الام اللي عايزة له الخير اكتر من لهم اكتر من نفسها، من امك او ابوك، ويتملى سلبية ويهرب من المسؤولية ويبقى اتكالي من غير حتى ما يفكر أنا هقدر أعمل العمل ده ولا لأ. ليه؟ لأن في رابط ذهني، عنده رابط الذهني بالزعيق واللوم والكلام السلبي، اتربط في ذهنه أن السلوك ده احفظ قرآن يا هتتضرب، يا تعمل الواجب يا مش عارفة، بالضرب والكبت والزعيق أو 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 هقول لي لأبوك أو التهذيب. في فرق بين أن أنا عاوز ألعب والجواب مفيش لعب، ما انت طول النهار بتلعب، انت وراك حاجه الا اللعب؟ هو انت بتنظف اوضتك الاول؟ ها؟ وبان انا اقول له ايه؟ او اطبق مع اداه الاختيار، الاختيارات المحدده اللي احنا شرحناها الحلقه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، اداه الاختيار المحدده للصغيرين قلنا تختاري اداتين، وللكبار بتختاري ثلاث ادوات اسمها ليميتد تشويس، الاختيارات المحدده، واللي فيها بقى ايه اللي بيحصل؟ بسمح لابني او لبنتي بالاختيار والقرارات بس بحدود. الاختيارات تكون متاحه ان انا انفذها، انا حاطه الاختيارات دي وتقدري تنفذيها وما تطلعيش تقولي وتوعدي وما تنفذيش، او متحيزه الاختيار فتحاولي تحببيه في ده دون ده. لا، شروط الاختيار انها تكون اختيارات ما فيهاش تهديد، هتلبس بسرعه ولا تسيبك هنا لوحدك مع الفران؟ ها؟ او ممكن بدلها مثلا تحب تلبس بسرعه وتيجي معانا ولا نسبقك احنا وانت تحصلنا؟ ها؟ شفتي بدي اختيارات متاحة، أو تروح معانا المرة دي ولا تستنى للخروج الأسبوع الجاي؟ ده شرط. الشرط التاني ما يكونش في مانع أصلا من تطبيق الاختيار، يعني مثلا لو سن الطفل صغير كده كده لازم يجي معاك، مش هينفع تسيب في البيت، أو إن كده كده هو جاي خلاص، أو وجوده دوت في الخروجة مهم جدا، هنروح نصور للباسبور، هنروح للدكتور السنان، فكده كده لازم موجود، فاختار خيارات تانية. هتقوم تلبس دلوقتي وانا عندي وقت ممكن اساعدك، ولا كمان 5 دقايق بس للاسف هكون انا اتشغلت وانت هتلبس لوحدك. بدي اختيارات. ثالث شرط ان يكون الاختيارات دي فيها احترام لابني ولبنتي، احترام، نحترمهم، والتواصل الهادي، بلاش التهديد والصوت العالي وزغره الامهات، عارفين الزغره بقى اللي كلكم عارفينها دي، تقوم جايه باصه للولد خلاص الولد بقى الكهرب. دي التربيه الايجابيه. في كمان أداة جميلة جدا 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 أنا يعني شخصيا بحب أن أنا أستخدمها، وبتجيب على فكرة نتيجة ممتازة جدا جدا مع الكبير ومع الصغير. المهم أن احنا نختارها في الوقت الصح، عشان أكثر إيه؟ أكثر حاجز الروتين المعتاد في الطلبات، اعمل افعل ولا تفعل، كلها أوامر أوامر أوامر، لا 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 ده صح وده غلط وياك تعمل مش عارفة إيه. الأداة دي جميلة جدا جدا جدا، وأداة رائعة ممتازة، اسمها أداة خفة الدم. اسمها إيه؟ اسمها أداة خفة الدم، بتكسر الحاجز. أداة خفة الدم دي اللي هي اسمها سنس أوف هيومر أو خفة الدم، زي مثلا مشكلة، مثلا زي مشكلة الصحيان بدري المدرسة، موشح الغبن والزن والعياط، لا بنستخدم أداة خفة الدم، نزغزغه مثلا هو صاحي، هو صاحي من النوم، وش بيضحك، الوش اللي بيضحك وانت بتضحكي وانت بتصحي، عشان أول ما يفتح عينه يشوف هذا والهيبرة اللي انت فيها، ولا صباح الفل على عيون حبيب ماما، صباح الجمال على عيون حبيبة ماما، وبتضحكي. فكرة يعني التجربة دي تجربة تحفة جدا جدا، وخليني أشرح لكم في حتة التجربة دي. بتبص تلاقي في أولادك مختلفين، خليني بس أشرح لكم القصة دي. أولادك بيبقوا مختلفين، حتة الصغير مثلا والكبير أو الأول والتاني مثلا، أنت كنت لسه بقى عارفة أنت في عز تركيزك بقى، وأنا هركز مع الأولاد ومش عارفة إيه، وأنا بصحيهم بتضحكي، دول بيصحوا في غم، ما فيش في الدنيا، في زلزال بره، أول ما بيصحوا بيضحكوا، وأول ما تفتحي عينيهم بيضحكوا. التانيين بقى اللي ملحقوش، اللي جم في وقت الايه، وقت السرعه وعصر السرعه والاشغال والمشغوليات وعياله ومش عارفه وبيته والكلام ده، لا ما بيصحوش بيضحكوا قوي يعني. فالام هي اللي هي بتبقى بص الشراره الاولى كده، اشاره البدء كده.
لما مثلا عندي موبايل، اديك حته تانية عند موضوع الموبايل. موضوع الموبايل وقته خلص، مش شرط كل مره انقص من الوقت، انت خلاص ما التزمتش بالوقت. او ممكن ناس بتصفر زي ما قلت لكم، بتصفر صفيره 3 مرات، 1 2 3، في الثالثه اسيب الموبايل. لا، ممكن استخدم اداه خفه الدم. خلص الوقت، انا جاي اخد الموبايل، وتاخد الموبايل وتقعدي تجري وتضحكي لما يخلص طبعا الوقت المحدد له. شرط الاداه دي انك بتضحكي على فكره وبتهزري، وروحك بتبقى روح حلوه ومرحه كده في الوقت ده. هو لو كشر او قفش منك او زعل، هتكملي ضحك برضو عشان يعدي الموقف وما يقفش ايه، وما يقفش منك، ويضحك معاكي زي ما زي ما تضحكي. على فكره ساعات كتيره جدا بيبقى مزاج الاطفال في وقت ما بيبقاش سامح لا بضحك ولا بهزار ولا باي حاجه. عارفه انت جيتي في وقت غلط، جيتي في وقت غلط، او الهزار او استخدام الاداه جه في وقت غلط. ممكن على فكره يبقى صعب جدا عليه الوقت ده. وكتير منا على فكره احنا ككبار ذات نفسينا بتبقي ما انتش عارفه في ايه، او تيجي بقى لو الولد اتعصب من هزار تزعله بقى، وانت دمك تقيل، ده انت عيل نكدي، يا ده انا بهزر معاك، انت مش عارفه بتعمل ايه، من غير ما نراعي حتى ان هم دلوقتي مش وقت مناسب له. بقول لك احنا ككبار بنبقى ساعات عارفه طاسين في شجره ما احناش عارفين في ايه. هي دي الادوات يا جماعه، دي ادوات التربيه الايجابيه اللي الناس تقول لا ما احنا ربنا زمان. لا لا لا، مين قال ان النفسيات سليمه؟ هنكمل ان شاء الله بس مع مواقف طبعا من الحياه، ونشوف ازاي نتصرف فيها، وازاي اسعد اولادي. والحاجات دي بتاخد وقت، بتاخد وقت طبعا. انت لحد ايه يعني إيه امتى؟ لحد ما نتعلم. انت كأب وانت كأم لازم نطبقها ونشوف رد فعل ابننا كان ايه على الموضوع ده. ما احنا لازم نجهد يا جماعه في التربيه. هعطيكم شويه نصايح كده سريعه نفهم منها ازاي احنا كنا بنتعامل غلط جدا مع اولادنا في مواقف على فكره كتير جدا جدا بيقع فيها، واحكيها لكم دلوقتي. مواقف بسيطه من الحياه ازاي صححها، وازاي تاني ارجع اربي صح من جديد، حتى لو انا بادئ متاخر، حتى انت بادئ متاخر، واخلي فعلا اولادي سعداء. ده المستهدف، جايين الدنيا زي ما قلنا الحلقه فيها عشان نبقى سعداء، والله مش عشان نكد وعلشان غم، ولما بتحصل حاجات لا يعني عدي عدي تتصلح تتعامل، المهم نبقى سعداء. اول وصيه هوصيها لك عشان عيالك تبقى سعيده، انت تبقي الام السعيده اللي هم عايزينها، وهم كمان يعيشوا في سعاده. العبوا مع عيالكم، العبوا معاهم، ومش تسيبوهم يلعبوا لوحدهم. من اجمل من اجمل من اروع من افضل وسائل التربيه والسعاده في التربيه، تبقي مستمتعه وانت بتربي، انك تشارك وانك تشاركي اولادك العبوا. اللعب بتاعهم على فكره كتير جدا جدا من اولادنا مش متاح ليهم صحبه، او صحبه انت مامنه لها، او امان في الشارع، او امان في النادي، او كده. حتى والله ولو لهم صحبه وامان ولهم اصحاب ومتعه مع اصحابه، لا تتخيلوا مدى فرحه اولادكم لو انت كاب او كام لك لعبه خاصه مع الاولاد. ونشاركهم، ونشاركهم على فكره في اللعبه دي. عملوا دراسه على مجموعه من الاولاد، وقلت لكم على الدراسه دي قبل كده، وطلبوا اغلى الالعاب. الاولاد عايزين اغلى حاجه، وقام الاب والام اشترى لهم اغلى حاجه واغلى لعبه هم، واحسن لعبه هم طلبوه، وسابوهم يكملوا اليوم عادي، الشغل والدوام والاب ورجوع للبيت والاكل والغداء ومتابعه الواجبات ونص ساعه لعب اللي مسموح بيها قبل النوم. وبعد كده الطفل، الاطفال دول جم سالوهم اللي معاهم افضل لعبه، سالوا المجموعه دي وقالوا لهم كان نفسكم في ايه؟ قال كان نفسنا ابونا يلعب معنا في اللعبه دي، وكان نفسنا امنا تشاركنا في اللعبه دي. كلهم بلا استثناء. لا تتخيلوا يا جماعه مدى فرحه الاولاد انك انت تلعب معاهم. مش فاضي، دي مش في قاموسنا. مش فاضي، اصل انا تعبان، مش في قاموسنا خالص. العبوا معاهم، مش هينسوا، هيبقوا فاكرين كل حاجه. ويا سلام بقى لو لعب معاه معنى ايماني او تربوي، او جمله ابي قالها، او جمله امي بركزت عليها في السلوك. بيحبوا الكلام ده جدا وبيفرحوا بالكلام ده جدا. البنت او الولد اللي بيلعب مع الاب او الام بذكرى معانا ما بتتنساش. احكي لكم قصه النيش، النيش العظيم بتاعنا. انا متزوجه في بيت عيله، وانا فوق وحماتي تحت، واربع اولاد بقى ولك ان تتخيل. ليا ابن على 3 بنات. كان هو صغير كده في وقت طبعا معايا المدرسه بتاعتهم بتيجي، مش عايزه اقول لكم صيف وشتاء، وكانت هيصه يعني. ويجوا الساعه مثلا 4 أو 5، يجي الشيخ وبعد كده الواجبات، وبعدين تدوري عيالك ما تاكليهم، هم يعني راحوا فين؟ صاحيين بعد الفجر. وجي محمد عاوز يلعب بالكوره. طب فيش حد يا ابني يلعب معاك؟ انا اللي هلعب معاك يا ابني ولا ايه؟ اه طبعا لعبنا، مش عايزه اقول لكم بقى. والنيش اتكسر والكوره كسرت، وحماتي تحت بتقول العالم اللي فوق دول بيعملوا ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان الامر ده طلبوا مني، وانا قبل الولاده بتاعت البنت رقم 3 عندي
قبل الولاده تقريبا باربع خمس ساعات. ماما انتش بتلعبي معايا ومفيش حد عارفين بقى، ومفيش حد بيلعب معايا وكلهم سايبيني، وانا كلهم بنات بيلعبوا مع بعض وانا مش عارفه ايه. ولعبنا الليله دي، مش عايزه اقول لكم طبعا يعني الولاده بقت اتسرعت ساعتين زياده. الفكره في ايه؟ ما بينساش وما بينسوش الكلام ده. ولما بتيجي تفكريهم، انا اقول لاحفادي بقى واجيب عيالكم كده اقول لكم، لا تتخيلوا مدى الفرحه في عين الاولاد. شاركوا الاولاد اللي في لعبه في ماليزيا رعبه المرجيحه، بيحطوا فيها الاقران. هي كانت زمان علشان الواحد يجي يتجوز واحده ويتمرجحوا مع بعض، لكن دلوقتي هم عملوا الكلام ده، كان زمان. دلوقتي عملوها ان بتبقى المرجيحه ويبقوا الاثنين صحاب وقول حاجات الاثنين المتخانقين مع بعض. وعملتها مدرسه في مدرسه ابتدائي، بتقول كل اثنين يتشكلوا مع بعض تركبوا من المرجيحه اللي هي واحد يطلع واحد ينزل، عارفين اللي هي بالتبادل دي، وانت قلت كذا وانت قلت كذا، وبعدين يزودوا الزقه بتاعهم والهواء بتاعهم فيضحكوا فينسوا مشكلة. اللعب والمشاركة حاجة جميلة جدا جدا. تاني حاجة وصية ليكم عشان أخلي أولادي سعداء، شاركوهم في الإنجازات بتاعتهم، شاركوهم إنجازاتهم سواء في اللعب أو في عمل هم عملوه، لحظات حياتهم صوروهم، العبوا معاهم. لو في رياضة ابنك بيلعبها أو ماتش، روح شوف ابنك هو بيلعب الأمر ده وصوره وشجعه، وشجعي بنتك لو لها اهتمام أو هوايات، اعملوا لهم لوحة شرف أو لوحة إنجاز. ده بيفرق معاهم كتير جدا جدا وبيسعد الأولاد، وبيبقوا من جواهم عارفين إن أبوهم وأمهم معاهم وحاسين بيهم ومشاركينهم وفرحانين بيهم وبيشاركوهم، ما بيبقاش محتاجين أنا بحبك، هم شايفين الحب ده عمل. ثالث وصية امدحي مجهوده، امدحي مجهود ابنك وشجعيه. مش بمدح الشخص ذات نفسه على قد ما بمدح، مع ان ده مطلوب ولا بنسبة، على قد ما بمدح السلوك والعمل. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، مدحه وشجعه على عمل هو اصلا اللي هو القيام، قيام الليل. قبل سيدنا عبد الله ابن عمر ما كان يعمله اصلا، يعني لسه ما كانش عمل السلوك، وبعد كده شجعه ودعمه. دعميه بقى بايه؟ اتشجعت بكلام وبحوار، اشجعه بادوات، اساعد جو البيئه وجو البيت اللي موجود بكلمه، بتوفير الوقت، بديله حاجه او هو عايز فيها نصيحه مثلا خاصه بالمشروع او بالحاجه اللي هو بيخترعها جديده، شجعه. رابع وصيه استخدمي اداه الاي كونتاكت، ودايما بقولها ودايما بركز عليها، اداه الاتصال والحكي مع الاولاد. يعني كان في قصه بنت بتحكي لي، بنت في جامعه يعني، وخلينا اشرح لكم القصه دي. والبنت بتقول ان انا كنت قاعده وبعدين الولد جه حاول يتكلم، وما عارفين انا ما بكلمش اولاد في الجامعه وانا في بلد اوروبي، فيا دوبك على قد الحاجات ايه الامضى بتاع مش عارفه ايه. فبتقول انا جيت قعدت الاقي الولد ده جه قاعد جنبي، وبعدين انا باصه للدكتور وده باصص لي بتاع طول نص ساعه، الولد عمال يبص لي، وبعدين انا لو عملت كده هشوف الولد وهو بيبص عليا. ف قلت لها وبعدين قالت لي ما بصيتش وقمت، وقلت خلاص خلاص من بعديها ما بقاش. يعني ايه اللي بيحصل في موضوع البص؟ البصه او النظره ولو بتركيز العين في العين بتعمل تفاعل في الوجدان. طبعا يا ربنا نجاها يعني كده. بصوا في عيون اولادكم لما اجي اكلمهم، اعمل معاهم اداه الاتصال دي، بتوصل للقلوب على فكره. عشان كده احنا مأمورين بغض البصر على الكبار، بتوصل للقلوب. افتح قلب ابنك بنظرتك الحنونه له، بلاش الاهمال ولا مبالاه مع الاولاد ولا القصص العظيمه دي، او تكلموهم وتسمعوهم وانت مشغوله عنهم ومش عارفه بتعملي ايه، ولا انت كمان قول انا معاك انا معاك وانت، لا 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 خالص. خامس وصيه عشان تسعدي اولادك، ببساطه نتقبل اولادك زي ما هم كده، زي ما هم، بلاش صيغه النقد المستمر، بلاش انتوا كذا وكان انتوا عايزين الكمال. اقبل ابنك حتى لو مختلف، واعرف ان كل طفل مختلف عن التاني، مفيش اخ زي اخوه، مفيش بنت زي اخوها، ولا مفيش الكلام ده، حتى لو بنات زي بعض، كل واحد له قدرات معينه وطاقات معينه. واجبنا ان احنا نساعدهم وندعمهم، مش ان احنا نقهرهم وان احنا نعيشهم في جو سلبي. عشان انا عارفه انت كاب وام عايزين الكمال وعايزين ونياتكم حلوه وسليمه، لكن للاسف الاساليب خاطئه وللعمل خطا. لا يقبل من عمل الا اخلصه، ماشي النيه ايه واصوبه، خطواتكم فيها بتبقى قهر وكسر للاولاد.
حبوهم وساعدوهم من غير ما تكسروهم، وفرحوا بنعمة ربنا علينا. وندعي اللهم اصلح حال أولادنا يا رب، اللهم عنا على تربيتهم يا رب، أعن لنا الأسباب ويسر لنا الأسباب وانفعنا بالأسباب، وجعلهم من أوائل الدنيا والآخرة يفرحوا نبيك يوم القيامة، اللهم أمين. يعني فاصل قصير ونرجع بسرعة على أسئلكم واتصالاتكم، فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده معاكم حاجة من أسئلة اللايف. يمنى بتقول: أشرف، نفسي ربنا يرزقني الذرية الصالحة، والله تعبت، ربنا يرزق كل مشتاق. طب أنا عايزة الناس اللي على اللايف، احنا عندنا على اللايف كام؟ أنا عايزة الناس تدعي ليمنى كلها يا رب يرزقها الذرية الصالحة. أنا أوصيكي بدعاء باسم الله الوهاب: هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية فيها العفو والعافية، معافاة في الخلقة والخلق والبدن والقلب. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي في الوقت إلى الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هذا الخير ليكي، وادعي. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، يبقى أدعي وأسارع في الخيرات وأدعي باسم الله الوهاب يهب لك، اللهم أمين يا يمنى. عايزاكم كلكم تقولوا أمين، يرزق يمنى يا رب الذرية الصالحة. عندي سؤال من إيمان بتقول: أيوة إيمان، لو سمحت يا دكتورة، ابني سنة ونص وعاوز أعوده على الحمام بس هو بيعيط لما قعدوا على البوتي الصغير. بصي، لا ما تقعدوش على البوتي، قعدوا على الحمام اسمعوا كلامي، عشان تفصلي من البوتي للحمام هتاخدي فترة تانية، خليكي كده نصحة من أولها، عودي على الحمام على طول. رافض تماما وجبت له حاجات حلوه بس برضه رافض. بص انا هقول لك على حاجه، الموضوع يعني اولا محتاج انك انت، جميل جدا انك انت عايزه تعودي، خلاص خلعتي الحفاضات والبامبرز، خلاص جري على الحمام، بلاش البوتي، اللي هتاخدي مرحلتين، مرحله البوتي وبعدين مرحله الحمام، سيبك من القصه دي خالص، عودي على الحمام وبتبقي واقفه معاه، وان انت كذا ودي حاجه وده زينا زي الكبار، وبتحفزي بقى بالاساليب التحفيزيه اللي انت عارفاها، بتشجعيه كل ما يعمل حاجه هو له له هديه، له لحضن، تحطي له نجمه في اللوحه بتاعته، وبعدين نجمع النجوم كل 10 نجوم، معرفش نعمل نجيب هديه معينه، تشجيع 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 تشجيع، او خروجه او اي حاجه، او بابا يفرح، او بابا يدعي لي، او بابا ياخدني معاه مش عارفه فين، الحاجات اللي هو دايما في الفتره ديت هو حابب يطلع بره البيت ويروح مع كل حد خارج واقف لنا على الباب. فالفكرة ان انا بس بتركزي معه، تستجيبيش طبعا للعياط وللحاجات دي، بالراحة خالص وبهدوء معاه من 3 لـ7 ايام، صدقوني من 3 لـ7 ايام لو انت ام مركزة وبالراحة خالص الدنيا بتبقى ممتازة جدا جدا جدا. موضوع المحاكاة، عشان بيجي اسئلة تقولك ايه اخليه مثلا يدخل مع بابا ويشوف، لا لا لا، ما تخليش ولا الكلام ده ولا تيتيكي ستر اي حاجة، انت بتدخلي معاه وبتعوديه وبتفهميه، وبعدين ازاي الشطف وازاي نستنجا وازاي الكلام ده، ونغسل ايدينا ازاي، وافتح بالايد اليمين وبعدين اغسل الشمال وبعد كده اقفل بالايد اليمين، تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تعينك وتتصل تقولي خلاص. معانا اتصال، يلا بينا ناخد معانا اول اتصال معانا، ولا راح الاتصال يا جماعه؟ لا، معانا ام حمزه من القاهره. السلام عليكم يا ام حمزه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صحتك ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. أنا كلمت حضرتك كام مرة والمفروض بتواصل معاكي بعد الحلقة. طيب يا جماعة، طب خلاص أدم اسمعي، احنا عايزين بس ما نعطلش الوقت، ماشي يا جماعة. بصوا يا جماعة، الناس اللي عايزة اتصال، يعني الله يكرمك استاذ احمد، الناس اللي عايزة اتصال بعد الحلقة انت كلمهم يا اكتب لي الرقم واحنا الله المستعان نعمل، اما ان نعطل وقت اتصالات تانية والكلام ده، وانا كل مرة بشرح لكم القصة دي، احنا غيرنا يعني رقم الموبايل اتغير وعايدنا الواتس تاني، وكتر التهنيك من الرسائل مش محتاجة ان انا كل حلقة اقول لكم الكلام ده، وانا عندي استشارات متأخرة يعني اسئله ناس، لما انا اكيد لما هجاوب على المتاخر اللي من شهر مثلا او شهرين، فالاسئله الحلقه انا عامله ايام مجانيه، بعمل بس مباشر على الصفحه، بعمل ايام اللي الناس مجانيه الاستشارات اللي هنا، بنجاوب على الجروبات، يعني في مجالات كتيره، في الاسك اهوت، واسئله جايينها من الاسك مثلا النهارده، الاسئله اللي انت مش عايزه تعرفي نفسك انت مين ولا تعملي اكونت باسم مخالف ولا الكلام ده، بيبعتوا لي على الاسك وبنجاوب الاسئله الحرجه
جدا على القصر اللي فيها خيانات وفيها سرقه فيها كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. فاللي هيتصل على الحلقه يبقى خاص بحاجه الحلقه مثلا بعنوان الحلقه او بالموضوع اللي بنتكلم فيه او عنده استعداد ان هو يتكلم ان ده تلفزيون فامر طبيعي ان احنا السؤال اللي هيجي هنعرضه. فانت مش عايزه يتعرض يبقى فريق الاعداد مشكور يعرف الاول السؤال عايز ايه وربنا يسهل بعد كده في الحاجات اللي هي ما ينفعش انها تتعرض. تمام كده. ناخد يعني سؤال من الاسئله العظيمه اللي معانا لما نشوف. السلام عليكم يا دكتوره هاله. انا عايزه دي الحاجات العظيمه فاكرين الحاجات المستقله انا كنت عاملها لكم دي. خلينا ناخد اسئله من الاسئله اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره هاله. ارجو من حضرتك توجهي رساله للحموات وازاي تعامل مرات ابنها زي بنتها وايه علاج المشاكل اللي من غير سبب. بصوا يا جماعه موضوع التعامل مع الحموات موضوع يعني احنا اتكلمنا فيه وازاي انا كزوجه اتعامل مع الحموات وازاي انت وازاي الحما تتعامل مع مرات ابنها. يعني ليه كل المشاكل ده فلانة حصل معها معرفش ايه وفلانة معرفش ده حماتها بهدلتها وفلانة كذا كل الكلام ده مش صح. التعامل مع مرات ابنك ما هي زي بنتك يا بنتي ما هي زي بنتك وعندك التعامل مع وانت كبنت وانت كزوجة ابن ما تتعاملي معها زي ما بتتعاملي مع امك. في مشاكل يبقى السلام عليكم عليكم السلام بحدد وبحجم علشان ما يحصلش في مشاكل بخلي زوجي مطلع حتة لا ما تقولولوش لا ما هو انت لما بتقولوش هما بيقولوله فالدنيا بتبقى خناقة ويرجع منكد عليكي وجاي على لا فانا بضطر بقوله وانا بقوله الامر دوت حصل كذا 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 وحصل كذا 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 وشوف انا لو انا غلطان انا عندي استعداد هو ده اللي يحصل. اما خلاف كده ده اسمه يعني مش اسمها حياة ان احنا قاعدين علشان نكره في بعض وقاعدين علشان مش عارفة نعمل في بعض. تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال وارجعي احنا عاملين 3 حلقات تقريبا على موضوع التعامل مع الحموات وانواع الحموات وازاي كل حما اتعامل معاه. ناخد اتصال معانا هاجر من القاهره. السلام عليكم يا هاجر. وعليكم السلام ازي حضرتك يا بكرهات. الله يبارك فيك يا جميل الله يكرمك. معلش انا ممكن اطول شويه هو انا موضوعي مختلف عن الحلقه شويه. تمام. انا في اخر سنه في الكليه. تمام. ومعجبه بزميلي معايا في نفس السنه ما بنتكلمش فيه انا ما بتكلمش معاه ولا اي حاجه بس انا حاسه ان انا علقت بيه. انا فعلا مش عارفه اعمل ايه. انا عايزه ابعد نفسي عن الطريق ده علشان انا مش عارفه سواء كان يعني الحاجه دي تبقى خير ليا او هو يعني هو مكتوب ليا انا حيرانه مش عارفه ايه. هقولي اسالك شويه اسئله يا هاجر وجاوبي عليا. هل حصل كلام منه من ليكي يعني مثلا يكلمك في حاجه لمح لك بحاجه بعت حد؟ لا ما حصلش اي كلام اطلاقا. طب ايه اللي خلاكي بس كل الموضوع كل موضوع احنا اتكلمنا مع بعض يعني كان معايا في مشروع في سنه ثالثه بس كان بنتكلم بس في حدود المشروع فقط ما كانش في اي احتكاك في اي حاجه ثانيه. فانت حسيتي ان في تعلق. طيب اسمعيني يا حبيبتي. اولا يا هجوره يا عسوله انا بحييكي جدا جدا على 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 سؤالك في نقطه زي دي. عارفين لما بنت تسال على حته خاصه بالمشاعر وانا كده غلطه بعمل ايه وجواها مشاعر. عشان كده احنا بنقول للشباب بالله عليكم يعني بالراحه 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 ومفيش داعي انك انت حتى تعمل عارفه انت الحركات اللي الشباب بيعملوها ديت عشان يلفت نظر البنت وكده. يعني فعلا البنات بتتعلق وبتتعلق من اقل حاجه وخصوصا حبيبتي اللي ملهاش تجربه والبياضه الجميله الحلوه النظيفه الطاهره دي بتبقى مش فاهمه اول مره من عمرها كلمت شباب قبل كده ولا لها صاحبات مثلا مش عارفه ايه لا 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 ففعلا بتتعلق. فانا احييكي اولا ان انت النقطه زي ديت حبيتي تسالي فيها. بصي يا بنتي امر طبيعي ان حصل بينك وبينه مشروع وبينك وما بينه عمل معين وشفتيه وكان راجل وبيعرف يتصرف وبيضحك وبيهزر وبيعمل اتعلقتي او في قلبك شيء مش هنقول اتعلقتي في قلبك شيء منه. اعمل ايه؟ اعمل زي ابن القيم ما قال ادفع الافكار دي. ليه؟ لان احنا كحريم ونساء عشان اقول لكم المخ العظيم بتاع بنعمل ايه؟ بنشوف الفكره شفته شفتي كان بيعمل ازاي يا سلام بقى وبعدين تبني الفكره عليها فكره تانية وبعدين صوره ثالثه. المخ كده المخ بيفكر بالصور صوره 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 وبعدين صوره ثالثه وبعدين في الاخر فين؟ ده بيطلب رقم موبايلي وبعدين متيم بيا وبعدين ما اعرفش ايه بقى اللي حصل.
حاجه كده من الحاجات اللي تتابع 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 الخواطر اللي في الدماغ لحد ما يوصل لأمر هو مش موجود. انا عايزه اقول لك ان الرجاله كلها مش عشان بس ايه يعني في طبعها ان هم ايه صياد، فما بيلاقي فرصه عشان يصطاد فيها وعارفه انت كده والصيد قدامه ما بيقولش، فكون ان هو ما بدرش منه بادره خلي بقفي ما اتكلمش ما بعتش حد ما سواش ادي وبتاع. وبعدين دايما هم مش بيبصوا للي قدهم ده حقيقه على فكره، يبصوا للاصغر عشان المرحله لانه قدامه مش عارفه سنه جيش وسنه مش عارفه ايه وقدامه ايه وقدامه ايه، فهو بيحسبها كده لا فياخدها صغيره شويه. اللي معاه ما بيبصش قوي، ممكن تبقى صاحبتي اصدقاء مش عارفه، لكن ما بيبصش لكده. مادام ما طلعش منه بادره بالطريق الصحيح، مثلا يكلم كذا عايز رقم والدك لا مش عارفه ايه، اقطعي. ما يستحقش، مش عشان هو شخصية تستحق او لا الموقف ذات نفسه ما يستحقش ان انت تفكري فيه. اقطعي الخواطر دي، الخواطر دي بتبقى هم وبعدين بتبقى فكره فوارده وبعدين بتبقى عزيمه وبعدين تنفذها الجواح، فانت اللي تبدري. ابدا اوعي، الله عز وجل عزك والله عز وجل كرمك. وبص الدين الاسلام ده جه عشان تبقي قاعده برنسيسه كده وهو اللي جاي هو اللي يخبط، لكن اروح وانا اعمل البادره لا، رخصتي نفسك. طب ما انا جواه مشاعر ادعي اللهم، مالكيش الا كده، اللهم ان كنت تعلم هذا الامر خير لي يا ربي تيجي من عنده، وان كان غير ذلك فاقطع هذه العلائق من قلبي. واشغلي نفسك، اشغلي نفسك وادعي بقى، ادعي دايما كده اللهم اسالك التقي النقي القران الرباني الرومانسي اللي مش عارفه الغني اللي اهله ما اعرفش شكلهم، انا بتقول لك مش عايزه له اهل. ادعي ادعي والله ما عهدنا على بنت من البنات وقعدنا معاها قعده من القعدات، وانا حكيت لكم القصه دي ولسه متحققه في رمضان، وقعدنا مع مجموعه من البنات وكل واحده تمنت اللي تمنته اللي تمنته حتى جه نفس مقاد، لدرجة ان في واحدة من المجموعة اللي كانت قاعدة دي قالت لا مش دلوقتي اصل ممكن يكون مثلا تركي يعني ولازم يكون عربي يعني مش عارفة ايه والكلام ده، وجالها التركي. عايز اقول لكم الفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن احفظي قلبك يا بنتي، احفظي قلبك لله، احفظي قلبك لزوجك الصح اللي ربنا ارتضاه، الراجل الصالح هيجي يخبط على بيتك، احفظي قلبك عشان ما تتعبيش. وبلاش تتبع الخطوات، قال ايه خطوات؟ الخطوة بتجيب صاحبتها بتجيب صاحبتها بتجيب صاحبتها، بلاش تتبع الخطوات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالزوج الرومانسي الطيب التقي النقي القراني الرباني الجميل ده عاجلا غير اجل، اللهم امين. معانا اتصال من ام زهراء من دمياط. سلام عليكم. سلام عليكم. يا ام زهراء ازيك يا دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا مبسوطه جدا انا بكلم حضرتك. الله يكرمك يا حبيبه قلبي. وانت سبب يعني انت سبب في تغييري في حاجات كتير. الله ده احلى خبر، انا بفرح بالحاجات دي. ربنا سبحانه وتعالى يغيرك للاحسن احنا والامه كلها، اللهم امين يا رب. ايوه ادعي لي ربنا يثبتني كده واتغير عشان ولادي. الله جميل والله، انا هدعي لك يا ام زهراء، يا رب يجعلك يا رب خير ام ويجعلهمك صالحين، اللهم امين يا رب. انا اللي بعمله بولادي يعني رعايه فقط لا غير، ما استبعت حضرتك وكده. عندي فاطمه عندها 9 سنين ونص، وخالد عنده 8 سنين ونص، وعبد الرحمن عنده 3 سنين. يا سلام. كل اللي بعمله لولادي رعايه فقط، مش يعني بس عايزه اتغير بقى، لما سمعت حضرتك عايزه اتغير. تمام. رعايه فقط اللي هو الاكل، لا علمت مهارات ولا علمت اي حاجه في ولا علمت اي حاجه للدين ولا عقيده، فمش عارفه اعمل ابدا معاهم منين. حاضر هقول. عايزه احفزهم على الطاعات، ابدا عقيده ولا نمي مهارات ولا مش عارفه اعمل ايه. هقول لك اما بسمع حضرتك بتقولي لازم نبدا من سن بدري فجاي الاحباط. لا هقولك انا بدات مثلا في حاجات بسيطه بدات اتغير، انا كنت عصبيه عليهم جدا ويعني بدات شويه في شويه يعني عصبيتي تقل مش ملغيه بس ما بتقل شويه في شويه. تمام. يعني بدات اخد حبه اساليب من حضرتك واطبقها، بس برضو يعني عندي احباط مش يعني لا. مش عارفه حاسه ان انا مقصره معاهم قوي. لا هقول لك يا ام زهراء ويا ام فاطمه، واقول لك على حاجات جميله جدا جدا، وربنا يبارك فيك. اسمعيني بصي يا بنتي، اولا ماشي، اولا موضوع
انا ما كنتش بعمل معاهم حاجه غير رعايه وابتديت اربي. تمام، تابع معانا حلقات التربيه، تابع معانا الحلقات دي اللي احنا بنعيد الحلقات بس بصيغه مواقف عمليه. يعني احنا قلنا اكتر من 60 ادوات في التربيه الايجابيه، احنا هنعيد الادوات بس بالمواقف العمليه اللي بتحصل. لو حصل كده اخد انهي اداه، ايه المناسب، وتابعوا معايا. يعني انا ان شاء الله اعمل لكم، انا وعداكم ان شاء الله بجمع لكم سكرينات الامهات اللي متابعين وعملوا ايه مع اولادهم، واللي وصل لابن يعني زي ما قلت لكم كده من في اسبوع، فقط اسبوع اتغير بسبب اداتين اتنين فقط. اعمل ايه زي ما انت بتقول، ابدا بالطاعات ولا بالمهارات؟ كله كله، انا كل يوم عندي مستهدف، عامله جدول تحفه كده لاولادي. الجدول ده انا كاتبه فيه ايه؟ كاتبه فيه ايام الاسبوع. انا في الاسبوع ده هعلم اولادي ايه؟ هعلم اولادي الحاجه الفلانيه. انا عندي سنه، عندي حديث خاص بالسلوك، عندي قران، عندي مهاره من المهارات زي مثلا مهاره الرد اللطيف. ازاي مهاره ان حد يأذيني بكلمه وانا ارد عليه رد لطيف، عشان انا انسان كويس وانسان راقي وانسان، انا مش زي الحيوانات اللي بتضرب بعض بتخربش بعض وتعض في بعض وتقعد تزعق وتجعر مع بعض. عندي يبقى عندي مهاره وعندي سلوك ايماني وعندي سلوك تربوي، شغال على كل دول. واقول اكيد يعني مثلا عايزه اعلم اولادي صدق. 9 سنين ده ممتازه جدا، ممتازه ما تاخرتيش. الاول اعلم الصدق والامانه، والبنت ببتدي اتكلم بقى عن الحياء، الانوثه والحياء. واتكلم لو تفتكرين حلقه الانوثه نعملها لكم تاني، بس احنا كنا خدنا فيها محور، بس نكمل بقيه حبات الرمان. ازاي انت كانثى حبه رمان، وايه الفرق، وليه حبه الرمان دونا عن بقيه الفاكهه يعني. واتكلم عن الحياء، وايه الحياء، حياء في الكلام والحياء في اللبس والحياء في طلوع البلكونه والحياء اللي بنى في الشارع والضحك في الشارع والسلوك، كل خلق العفه والحياء. عندي جميل ابو 3 سنين ده حلو، باديه ممتازه، انت السن تحفه، سن تحفه، ما في كل حاجه بياخد، كل حاجه بيلقطها. شفت السفنجه اللي بتتمص كده؟ هو ده. عندي ابو 8 سنين ده جميل جدا جدا، وابتدي بقى في الصلاه بقى، وابتدي في كلام الصلاه، وابتدي في الحاجات الجميله اللي خاصه بالسنن والحاجات اللي خاصه بالرجوله، وان انت اللي تفتح الباب وانت اللي ترد على التليفون وانت اللي تكلم كذا عشان انت الراجل، وابتدي بقى حاجات القياده اللي تبتدي من دلوقتي، ومنظومه الثقه للثلاثه. كله اشتغلي على كله، تابعي معانا يا ام فاطمه، تابعي معانا ضروري. موضوع التربيه والحلقات، ارجعي ال4 5 حلقات، الناس اللي كانوا بيقولوا مش لاقيين حلقات على اليوتيوب، احنا بنعيدها بالادوات وبالمواقف. وتابعي معايا وشوفي الانجاز اللي انجزتيه. مع تحبطي ليه؟ تحبطي ليه؟ ما غاب من حضر، واللي جه متاخر احسن من اللي ما جاش. هو ده، اللي جه متاخر احسن من اللي ما جاش. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك اليقين في الله سبحانه وتعالى. وقلت لك الام اللي اتغيرت، العصبيه اللي كانت مش عارفه بتعمل ايه، الام اللي اتغيرت وعملت كذا وكذا وكذا ونفع مع اولادها، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب انك تبقي ام هاديه وانك عندك بادره امل. اللهم امين. وقت حلقتنا للاسف خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى انه ينفعنا يا رب بما سمعنا وبما قلنا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات